السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى نشره الاخبار الرئيسه من قناه السعوديه، احييكم انا عبد الله التميمي. وتحيه لكم مني انا منى عبد الرحمن ومن زميلنا في لغه الاشاره علي الهزاني، والبدايه بالعناوين. في بيان من الديوان الملكي، وفاه والده الاميره عاليه بنت سعود بن عبد العزيز ال سعود. مواجهات عنيفه في الحديده، وبريطانيا تطرح مشروعا لتوسيع مهمه المراقبين الدوليين في اليمن. الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات في الأسبوع التاسع لاحتجاجات أصحاب السترات الصفراء. صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت سعود ابن عبد العزيز آل سعود، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. استقبل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة في القصر الرئاسي في العاصمة موروني الأمين العام لرابطة العالم الإسلامية الشيخ الدكتور محمد العيسار. وأشاد الرئيس غزالي بالجهود التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي في أفريقيا، وبدوره أكد الدكتور العيسى استعداد الرابطة للتعاون مع علماء ومفكري جمهورية القمر المتحدة والتصدي لأشكال الغلو والتطرف كافة. من جهة أخرى، التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عددا من المسؤولين في جمهورية جزر القمر، حيث تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن تخصيصه مبلغ 100 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان حائل بمنطقة حائل، مبينا أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، المدينة المنورة، حائل والجوف. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. ولمتابعة أكثر مشاهدينا الكرام، انضم إلينا مباشرة من جدة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني. أهلا بك أستاذ حسين. توقعاتكم أولا لحالة الطقس، لأنه يبدو من المؤشرات أن درجات الحرارة إلى انخفاض، أليس كذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تقرير أشارت من خلاله إلى تأثر كثير من مناطق المملكة، خاصة منطقة مكة المكرمة، منطقة الرياض وتبوك، المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية برياح الشتاء تبدأ من يوم غد إن شاء الله، مثيرة للأتربة تتفاوت من منطقة إلى أخرى، مع أيضا انخفاض في معدلات درجات الحرارة وفرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق. بشكل عام أجواء المملكة ستمر بحالة عدم استقرار بمشيئة الله من يوم غد وتستمر معنا حتى يوم الثلاثاء، وستبقى درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي ومعدلاتها في فصل الشتاء. تستمر على مدى كم يوم أستاذ حسين يعني هذا الانخفاض في درجات الحرارة؟ نحن في فصل الشتاء ومن الطبيعي أن تكون درجات الحرارة هذا الانخفاض الكبير يعني في درجات الحرارة، هناك يعني توقعات أن تصل الدرجة إلى الصفر مئوي. نعم، حقيقة الموجة التي تبدأ من يوم غد وتؤثر على أجواء المملكة حتى يوم الثلاثاء قد تساهم في انخفاض معدلات درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، خاصة على المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من الشرقية والوسطى. نعم، ما هي أكثر المناطق المتوقع تأثرها بالتقلبات الحالية على مناطق المملكة، خصوصا أنكم أشرتم إلى استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار؟ نعم، حقيقة منطقة الرياض، منطقة تبوك، المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف الحدود الشمالية، وأيضا
منطقة مكة المكرمة معظمها متأثرة بهذه الحالة وتنخفض فيها مستوى الرأي بمعدلات متفاوتة، لكن كلما اتجهنا إلى المناطق الشمالية والوسطى ستكون الحالة أقوى إن شاء الله. ماذا بخصوص العواصف الثلجية التي تضرب بعض الدول مثل لبنان؟ هل يتوقع تأثر الأجواء المملكة بذلك؟ حتى الآن المملكة جغرافيا هي تتأثر بتأثر المناطق الشمالية، هي المناطق الشمالية من المملكة هي أولى المناطق التي تتأثر بالموجات الباردة التي تؤثر على المناطق والدول المجاورة، ومن الطبيعي أن تتأثر المملكة بمثل هذه الحالات، لكن الموجة المقبلة هي انخفاض في معدلات درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، قد يتكون الصقيع على المناطق الشمالية، وأيضا المناطق الوسطى قد تشهد انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. نعم، كل الشكر للأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، شكرا جزيلا لك. يواصل معرض القصيم الثاني للكتاب تقديم جملة من المحاضرات والأنشطة الثقافية للزوار في شتى العلوم والمعارف بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين وذوي الاختصاص. كما يقدم المعرض لزواره ندوات متنوعة تتناول مستقبل الصحافة بين الرقمي والمطبوع، وندوة تحكي عن مسيرة وحضارة وتاريخ وادي الرمى بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية في الشعر النبطي والفصيح. يشار إلى أن المعرض في نسخته الثانية يحوي دور نشر وتأليف متنوعة في شتى العلوم تعكس قيمة المواطن السعودي الشغوف بالعلم والمعرفة والساعي إلى تطوير وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية. اندلعت اشتباكاتنا اليوم في مدينة الحديدة بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية رغم الهدنة الهشة في المدينة الاستراتيجية. إلى ذلك قتل قيادي ميداني من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مع عدد من عناصره عقب معارك ضارية مع قوات الجيش اليمني في جبهة الصلو وضمن تخدير جنوب شرق محافظة تعز. أما في عدن فقد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق اندلع مساء أمس في أحد خزانات مصافي النفط، وقال مسؤول المصفى أن الحريق اندلع في أحد الخزانات الصغيرة التي كانت تحتوي على بقايا مشتقات بترولية عقب سماع ذوي انفجار لا زال مجهول المصدر، مضيفا بأن عربات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته والحد من انتشاره. وفي نيويورك طرحت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة. نعم، كذلك سمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة، وتوقع الدبلوماسيون أن يطرح في المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل، وينص المشروع على نشر نحو 75 مراقبا في الحديدة ومينائها وفي مرفعي الصليف ورأس عيسى لفترة أولية مدتها 6 أشهر. وعلى الصعيد الإنساني عبرت منفذ الوديعة الحدودية اليوم 17 شاحنة كبيرة تحمل الآلاف من السلال الغذائية مقدمة من المركز تستهدف محافظتي الضالع والجوف. تأتي هذه القافلة امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في محافظات اليمنية. هذا فيما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 1250 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في قرى عدة بمحافظة لحج يستفيد منها 7500 فرد. كما وزع المركز 600 سلة غذائية بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف يستفيد منها 3600 فرد. من جهة ثانية قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع أكثر من 2100 طن من المواد الغذائية تمثل الدفعة الثانية من حزمة المساعدات المعتمدة للنازحين في مخيمات بولايتي برنو ويوبي في شمال شرق نيجيريا، في إطار تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار كمساعدات غذائية عينية لمؤازرة هؤلاء النازحين. دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا المواطنين السعوديين من زائرين ومقيمين إلى تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين. نعم، هذه التحذيرات جاءت نظرا لاستمرار المظاهرات في باريس، حيث جددت السفارة دعوتها للمواطنين السعوديين هناك التواصل معها في الحالات الطارئة. يأتي ذلك في
الذي يواصل فيه محتج السترات الصفراء مظاهراتهم بعد حوالي شهرين من بدء تحركهم. واعتقلت الشرطة الفرنسية العشرات في باريس لهم صلة بالمظاهرات التي انطلقت اليوم. وشهدت باريس السبت الماضي تجدد أعمال العنف، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى 50,000 متظاهر طبقا لتقديرات رسمية. وتشهد العاصمة الفرنسية وعدد من المدن احتجاجات لأصحاب السترات الصفراء للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسط اشتباكات مع رجال الأمن الفرنسي أوقعت عشرات الجرحى. وفي سياق متصل، وقع انفجار قوي في أحد المحلات التجارية بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقد هز الانفجار مباني تقع على بعد مئات الأمتار، كما فجر الطابق السفلي للمحل بأكمله، بالإضافة إلى تعرض عدة سيارات لأضرار بالغة. وقد هرع عناصر الإطفاء لإخماد الحريق الناجم عن الانفجار وإجلاء عدد من سكان المبنى، فيما عالجت فرق الإسعاف المصابين وقالت إن 9 منهم إصابتهم خطيرة. من جهتها استبعدت الشرطة الفرنسية فرضية وقوع عمل إرهابي، ورجحت احتمال وقوع تسرب للغاز تسبب في الحادث الذي وقع في منطقة سكنية وتجارية. وإلى بريطانيا، حيث تجمع الآلاف من الأشخاص في لندن للتظاهر ضد الحكومة البريطانية مطالبين بوقف إجراءات التقشف وإجراء انتخابات عامة جديدة في ضوء خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي. وتوافد وفد السياسيين وقادة النقابات من مختلف أنحاء البلاد لحضور التجمع، والذي جذب بنحو 5 إلى 10 آلاف متظاهر بحسب التقديرات الأولية للمنظمين. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الثلاثاء القادم على مقترح الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس القادم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن بلاده متفائلة بإمكانية تأمين الحماية للأكراد في سوريا، مع السماح للأتراك بالدفاع عن بلادهم من الإرهابيين. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي قادما من البحرين، وذلك في إطار جولة شرق أوسطية. ويبحث بومبيو خلال زيارته مع كبار المسؤولين الإماراتيين عددا من القضايا الإقليمية والدولية وآخر التطورات في المنطقة. استهدفت غارات في ساعات متأخرة من مساء أمس محيط مطار دمشق الدولي ومناطق أخرى في ريف دمشق الجنوبي الغربي. وأوضحت مصادر إعلامية أن الغارات الجوية أطلقت من طائرات حربية مجهولة، وأسفرت عن تدمير مستودعات تابعة للإيرانيين وميليشيا ما يسمى بحزب الله اللبناني. ونبقى في الشأن السوري، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون شون روبرتسون، قال أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يعتمد على الظروف الميدانية، بما فيها مواصلة آليات المحادثات مع الحلفاء والشركاء المحليين والإقليميين، مشيرا إلى أن البنتاغون اتخذ عددا من الإجراءات اللوجستية لدعم الانسحاب. وشدد على أن القوات الأمريكية ستستمر في العمل مع الشركاء والحلفاء لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي والحفاظ على المكاسب والنجاحات التي تحققت، موضحا أنه لا يوجد جدول زمني لإتمام الانسحاب. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إعلان حالة الطوارئ حاليا كوسيلة لإرغام الكونغرس على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإنهاء إغلاق الحكومة في انتظار تحرك المشرعين. وأوضح ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء حول أمن الحدود أنه يريد أن يقوم الكونغرس بعمله. وكان الرئيس الأمريكي قد حمل في خطابه الأخير خصومه الديمقراطيين المسؤولين عن الإغلاق الحكومي الذي يشل منذ أكثر من أسبوعين قسما من الإيرادات الفيدرالية في البلاد، متهما الديمقراطيين بأنهم يرفضون تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك الذي يحفظ أمن البلاد. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا عقد اجتماع وزاري في العاصمة البولندية وارسو لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، ودعت مختلف دول العالم للمشاركة. وقالت الخارجية الأمريكية أن هذه القمة التي أعلن عنها وزير الخارجية مايك بومبيو ستركز على الاستقرار والحرية والأمن في الشرق الأوسط، كما تتضمن القمة عنصرا مهما هو التأكيد على ضرورة وقف إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وستعقد القمة في 13 و14 من فبراير المقبل. أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك على أن بلاده ستواصل الضغط على إيران لدورها السلبي في زعزعة استقرار الشرق الأوسط. وشدد هوك على ضرورة وقف النظام الإيراني لسلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة أو مواجهة ضغط اقتصادي أكبر، ولفت إلى أن طهران تنفق المليارات على دعم الموالين لها في المنطقة، وأن دولا عدة حول العالم تتصدى لهذا السلوك. وأضاف أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يوقف التركيز على مواجهة إيران في سوريا، مشيرا إلى أن إيران تعمل على مفاقمة النزاع في اليمن، وأكد في الوقت ذاته دعم واشنطن للدول في الدفاع عن نفسها ضد اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية. أهلا بكم من جديد. لقي 26 مسلحا على الأقل من حركة طالبان مصرعهم خلال عمليات عسكرية في الساعات 24 الماضية في أفغانستان. وقالت وكالة أنباء أفغانية اليوم إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت غارة على مصنع للقنابل بإقليم أوروزوجان ما أسفر عن مقتل 16 مسلحا. وأضافت الوكالة أن القوات الخاصة نفذت مداهمة في منطقة بالابولوك ما أسفر عن مقتل 3 من مسلح طالبان وتدمير عبوات ناسفة محلية الصن. وفي إقليم هلمند استهدف قصف جوي مبنى خاصا بمخازن أسلحة لطالبان نتج عنه مقتل 7 منهم. عين رئيس الجابون علي بونغو رئيسا جديدا للوزراء في محاولة على ما يبدو لترسيخ قاعدته السياسية بعد أيام من فشل محاولة انقلاب على حكمه. وأعلنت الرئاسة تعيين جوليان رئيسا للوزراء خلفا لإيمانويل الذي تولى المنصب منذ عام 2016. وكانت السلطات الجابونية قد قتلت واعتقلت كل مدبري محاولة الانقلاب في البلاد بعد استيلائهم سابقا على محطة الإذاعة الوطنية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها حددت شروطا لتوقيع معاهدة السلام مع اليابان حول مجموعة جزر الكوريل المتنازع عليها بين الجانبين. وقالت في بيان لها أنها سوف تدرس تقديم مقترحاتها خلال زيارة وزير الخارجية الياباني لموسكو. وتدعو روسيا اليابان للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية بشكل كامل ومنها تحرير مجموعة جزر الكوريل من الاحتلال الياباني آنذاك. ونوه البيان الصادر عن الخارجية بأن إعادة جزر الكوريل إلى روسيا تعد من نتائج الحرب العالمية الثانية التي يجب على طوكيو أن تقر بها. وكانت طوكيو قد رفضت الإقرار بهذه الحقيقة متأملة أن تعيد موسكو 4 جزر تقع في جنوب مجموعة الكوريل إلى اليابان، وهو ما حال دون توقيع معاهدة السلام الروسية اليابانية حتى الآن. غداءً تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لولاية ثانية، دعا رئيس البرلمان خوان غايدو إلى تعبئة لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد، وقال أمام نحو 1000 من أنصار المعارضة في كاراكاس بأن دستور فنزويلا يمنحه الشرعية لتولي السلطة في إطار حكومة انتقالية. إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة عدم اعترافها بسلطات رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مؤكدة دعمها للبرلمان لتشكيل سلطات بديلة. اعتبر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن أعمال العنف والقتل التي ترتكبها العصابات وتشهدها ولاية سيارا منذ أكثر من 10 أيام يجب أن تندرج تحت مسمى الإرهاب. ووصف الرئيس الذي تولى مهامه مؤخرا أعمال مرتكبي العنف في سيارا كحرق أو تفجير الممتلكات العامة أو الخاصة، وصفها بالأعمال الإرهابية. وأحصت السلطات المحلية منذ 2 يناير بنحو 200 اعتداء و43 مدينة في سيارة، وتم توقيف أكثر من 300 شخص. وتقوم عصابات تهريب المخدرات بمهاجمة المصارف ومراكز الشرطة بشكل خاص. وافق النواب المقدونيون على تغيير اسم بلادهم إلى جمهورية شمال مقدونيا في تصويت تاريخي بغالبية الثلثين يمهد لحل الخلاف مع اليونان التي سارع رئيس حكومتها إلى تهنئة نظيره بالنتيجة التي تحققت.
وافق برلمان مقدونيا على تعديل دستوري لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، تماشيا مع اتفاق مع اليونان لوضع نهاية لنزاع مستمر منذ 27 عاما. وأيد التعديل 81 عضوا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لكن المعارضين الذين رفضوا الاتفاق مع اليونان قاطعوا التصويت الذي جرى يوم الجمعة، وتظاهر مئات أمام مبنى البرلمان احتجاجا على الاتفاق على مدى الأيام الثلاثة التي سبقت الموافقة على التعديل الدستوري. وتقول أحزاب المعارضة والقوميون إن تغيير اسم البلاد ورموزها الوطنية ثمن غال جدا مقابل انضمام لحلف شمال الأطلسي. واتفقت مقدونيا واليونان على الاسم الجديد في يونيو حزيران، لكن ستبدأ مقدونيا في استخدامه فقط عندما يصدق البرلمان اليوناني بدوره على الاتفاق. وعرقلت اليونان طموحات جارتها في الانضمام إلى حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بسبب اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وتقول إن الاسم قد يتضمن مطالبة بأراض في إقليم مقدونيا اليونانية وسلب ثقافة وحضارة اليونان. اجتاحت عاصفة شتوية عاتية منطقة جبال روكي والسهول الكبرى بالولايات المتحدة قبل أن تتجه شرقا، وقد أدت العاصفة إلى شلل في حركة النقل بوسط البلاد في ظل توقعات بأن يصل ارتفاع الثلوج إلى 45 سنتيمترا جنوبية دنفر. من جهته قال موقع لرصد حركة السفر الجوي إنه تم إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية، إضافة لتعطل حركة النقل البري في بعض الطرق الرئيسة. ولا نزال في أخبار الثلوج، حيث أعلنت ألمانيا حالة الطوارئ في 5 مناطق نتيجة لتساقط الثلوج الكثيف، وقد طلبت السلطات مساعدة الجيش خاصة في عدد من بلدات ولاية بافاريا. ساعدوا في إزالة الثلوج من بلدات في بافاريا بعد أن أعلنت 5 مناطق حالة الطوارئ نتيجة تساقط الثلوج الكثيف. وفي بلدة بيرختس جادن التي تقع على الحدود مع النمسا، شوهد جنود بالجيش الألماني يزيلون أكواما من الثلوج من على سطح منتجع صحي محلي. وقال المسؤول المحلي فرانس راسب إنه ما زالت هناك حاجة لإزالة الثلوج من على 100 سطح تقريبا، وأضاف أن فريقا من الخبراء سيحدد المباني ذات الأولوية. وفي يناير كانون الثاني 2006 لقي 15 شخصا حتفهم، بينهم 12 طفلا، حين انهار سطح حلبة للتزحلق على الجليد في بلدة بادريخنهال القريبة نتيجة تساقط الثلوج الكثيف. وإلى الشمال في ولاية ساكسونيا على الحدود مع جمهورية التشيك، قطع عمال أشجارا على طريق يؤدي إلى الغابات كإجراء احترازي. ووفقا لمسؤول فإن وزن الثلوج على أشجار الصنوبر يصل إلى عدة أطنان، مما يهدد بسقوطها فوق السيارات المارة. التقط المسبار الصيني صورا بانورامية على سطح القمر بعد نجاحه في أول هبوط على الجانب المظلم للقمر، وأرسلت الصور عبر قمر صناعي يمكنه رؤية كل من في الأرض والجانب البعيد للقمر. وقد أجرى العلماء تحليلا أوليا للتضاريس والأشكال الأرضية المحيطة بالمسبار وفقا للصور البانورامية، وكان المسبار قد هبط في 3 يناير الجاري على متن المركبة يوتو. ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. في بيان من الديوان الملكي، وفاة والدة الأميرة عالية بنت سعود ابن عبد العزيز آل سعود. مواجهات عنيفة في الحديدة، وبريطانيا تطرح مشروعا لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين في اليمن. والشرطة الفرنسية تعتقل العشرات في الأسبوع التاسع لاحتجاجات أصحاب السترات الصفراء. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء. We'll be right back.